الحلقه اللي جايه. شوف هنا يا كابتن، هنا نتكلم على ايد الدعمه. سؤال، انا هنزل بايدي اليمين ولا الشمال الاول يا كابتن بلال؟ واحده واحده نروح تاني كده، واحده واحده يا سمير. انا هنا بعمل التاكلينج وبسند على ايدي اليمين اللي هي هناك، مظبوط، والشمال الاثنين. طب حد يقول لي اللاعب النهارده لما بيجي تعمل تاكلينج بتنزل على ايد ولا على الاثنين؟ او ما بتنزل بتعمل ايه؟ ايد واحده طبعا، بس المفروض ايد الاول على واحده بالظبط. دي اللي بنتكلم فيها الدعمه، هي دي الدعمه اللي هي لو جت في ايدك كابتن بلال مش هنحسب. هي اليمين بس، غالبا هو نزل غلط، هو نزل زي ما يكون حد زقه بالاتوبيس. بص نزل مره واحده. انا كلاعب كابتن ايمن، كلاعب مدافع، لما بعمل تاكلينج بنزل على ايد مش على الايدين كده، مظبوط. فنزلت على الايد اليمين خلاص، دي الدعمه بالنسبه لي. لو جت في اليمين يستمر اللعب، لما نزلت باليمين وراحت بالشمال والشمال راحت عامله حركه اضافيه في الكوره. طب بلاش دي، خد اللقطه اللي جايه بقى. هنا ايد الشمال دي رايحه فين يا كابتن؟ لحسين الشحات. طب حد يختلف معايا فيها؟ لا، يعني لما خدتش الاولانيه اخد الثانيه. ثانيه يا كابتن، ثانيه يا سمير، معلش ثانيه يا كابتن سمير، دي خناقه ثانيه. انا الشحات رايح اهو، بص يا كابتن دي مفروضه ورايحه، الذراع والايد في وش الشحات، ولا دي تتحسب ولا دي تتحسب؟ بنلعب في كاس مصر والفار مش موجود يا جماعه، الكلام ده ما ينفعش. لا بجد ما ينفعش. ركله الجزاء هنا لم تحتسب على الاقل الاخرانيه. يمكن لو نيه حد يقول لي معلش الايد سانده، طب الثانيه يا بلال، الثانيه يا بلال انت مهاجم ورايح في عقل ولا مفيش بالايد؟ طبعا طبعا، واضحه جدا ركله جزاء 100% وضوح الشمس لم تحتسب لحسين الشحات.